شرف باستكمال فقراتنا. وهذه اللحظة استجاء الأهالي من نقل، ويودون أن يتعرفوا، يود أن يتعرفوا على السبب وراء قرار نقل طلبة الصف العاشر من كافة مدارس المدينة إلى مدرسة عدنان الصفاريني ومدرسة الحمد الله فقط. لماذا حصر هذه المرحلة الدراسية بهذين المجمعين الدراسيين؟ مع الأستاذ سائد قبها مدير عام مديرية التربية والتعليم ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. يسعد صباحك أستاذ سائد ويعطيكم ألف عافية. صباح الخير أختي وفاء، صباح الخير لكل مستمعينا، لأبناء شعبنا، صباح الخير لهذا الوطن، ودائما المجد للشهداء والحرية للأسرى. صباح الخيرات لك ولكل الأحبة ولكل الهيئة التدريسية والأكاديمية وكافة الذين عملوا على قدم وساق، خاصة في مرحلة الثانوية العامة. وإن شاء الله نتمنى أن تمر مرور الكرام يوم السبت المقبل. لكن هنا أود أن أتحدث في نقطة وجزئية مختلفة، هو بالنسبة استفسارات الأهالي. طب ليش بدهم ينقلوا عواشر من مدارس المدينة المختلفة إلى وحصرهم في مدرستين فقط؟ هل تم الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي، ربما أيضا المناطقي، بالإضافة إلى التكيف، الاختلاف سواء التدريس الأكاديمي؟ ونحن نعلم الفكرة المسبقة بالنسبة للأهالي أن هذه المدرسة، لا بدي أودي ابني على هذه المدرسة، هي الأقوى هي الأفضل. دعنا نوضح وتوضحوا من خلالكم بالتأكيد القرار وسبب هذا القرار. طيب أختي وفاء، أول إشي كل التحية لكم، وأنتم بتناقشوا مع المؤسسة التعليمية كل ما يتعلق في تهيئة الظروف المناسبة لافتتاح عام دراسي. نأمل أن أولا أن نتوج كما ذكرت أنت، أن نتوج هذا العام بنتائج متميزة في محافظة طول كرم في نتائج الثانوية العامة يوم السبت القادم إن شاء الله. وأيضا لكم التحية، وأنتم تناقشون أيضا موضوعات لها علاقة في تهيئة الظروف والمناسبة لافتتاح العام الدراسي القادم، ونحن أيضا على مقربة منه. بخصوص الموضوع الذي ذكرت أختي وفاء، هذا موضوع له علاقة بطبيعة التشكيلات المدرسية في مدينة طول كرم بالذات، ونحن نناقش التشكيلات نناقشها في كل المحافظة، ولكن في طول كرم في المدينة عند الاطلاع على طبيعة هذه المدارس والتشكيلات كان واضح أختي وفاء ولكل مستمعينا أن بعض المدارس يكون فيها الاكتظاظ كبير، وبعض المدارس تكون الشعب فيها شبه فارغة، شبه فارغة، وأنا أؤكد أنها شبه فارغة، أعداد قليلة في المدارس وأعداد ضاغطة وطلبة في أعداد كثيفة ومزدحمة في بعض المدارس الأخرى. تم مناقشة هذا الموضوع في لجنة التشكيلات التي تعمل في هذا الأمر في مديرية التربية والتعليم. كان واضح أختي وفاء أن الفاضلية عليها ضغط كبير، وأنا أتفهم لماذا هذا الضغط الكبير. الفاضلية مدرسة عارفة، مدرسة مشهورة، نتائج متميزة، كادر تعليمي متميز، وبالتالي هي طموح لكل طالب وطموح لكل ولي أمر، وهذا ما لمسناه العام الماضي على الأقل عندما عينت أو نقلت إلى هنا إلى طول كرم، كان هذا واضحا، نسبة الضغط التي كانت تكون علينا من طلبات النقل على مدرسة الفاضلية سواء علينا أو على الفريق الذي يعمل معنا، وهذا كان مسار إزعاج وضغط كبير جدا علينا. ناهيك أن أيضا أنه رد الأمر ورفض الأمر في نقل الطلبة كان أيضا يسبب إشكاليات بين الأهالي. هذا الموضوع كان لابد من حسمه. الحسم كان تخفيف الضغط عن هذه المدرسة. تخيلي أختي وفاء أن مدرسة فيها 600 طالب من المرحلة العليا من العاشرة الثانوي إلى الثانوية، 600 وتصل إلى 650 في عدد مدارس. استخدمنا
كافة الغرف وكافة المرافق وكافة الغرف غير المؤهلة لأن يكون بها طلبة. وأنا على يقين ما أقول لأني أنا زرت المدرسة ولاحظت وشاهدت الضغط الموجود في هذه المدرسة. طيب في بعض المدارس أختي وفاء كانت عددها قليلة جدا، يعني ليس فيها طلبة. أنا أعطيك مدرسة مسقط، مدرسة تكاد تكون خاوية من الطلبة، مدرسة السفارينية التي نتحدث عنها اليوم، تخيلي أن يكون عدد طلبة الفرع الأدبي، وأنا أتحدث الفرع الأدبي اللي هو الأول ثانوي وثاني ثانوي 82، والفرع العلمي في الفاضلية 220. هذا مخالف للمنظومة التعليمية، وأنت تعلمين دائما دائما السقف الأعلى أن يكون عدد طلبة الفرع العلمي لازم يكونوا على الأقل 50 من 40 إلى 50% من الفرع الأدبي، هيك المنظومة التعليمية بتقول. نعم. أما إنها تكون العلم الفرع العلمي يكون 200 طالب في الفاضلية مقابل 82 طالب في الفرع الأدبي، هذا في خطأ. لكن ألم يكن يعني يتم بصراحة الأخذ بالحسبان مثلا من سيكون في مدرسة الفاضلية أو أي مدرسة أخرى، هو بناء على لنقل البعد الجغرافي، مسكن هذا الطالب وقربه من تلك المنطقة، ألم تكونوا تسيرون وفق هذه الوتيرة؟ يعني هذا الطالب يسكن في الحي الجنوبي سيكون في مدرسة إحدى مدارس الحي الجنوبي ولا يكون في أبعد منها، ألم يعني ينجع هذا النوع من الحلول التي كنتم تسيرون وفقها؟ أعتقد أن هذا على فهم على مدار سنوات طويلة جدا. إحنا الطلاب كانوا يجونا حتى من الضواحي، تخيل أن الضواحي يكون فيها مدارس فيها صف عاشر وينقلوا الطلبة من هذه الضواحي اللي فيها هذه المدارس ينقلوا على مدرسة الفاضلية. طبعا الضغط كبير جدا وفاء، والضغط كان هائل ومشاكل كثيرة جدا، وكان حتى تصل لمرحلة انه يكون في هناك مشادات بين الاهالي، الكل بده يروح على الفاضلية. الان حتى نكون حاسمين في هذا الموضوع، لماذا لجأنا الى مدرسة السفاريني؟ مدرسة السفاريني مدرسة فيها ما يقارب 13 شعبة، عدد الطلبة الموجودين فيها لا يتجاوز 11 شعبة إذا بدنا نوزعهم على بالشكل المنطقي وفق الأعداد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم. ناهيك أن الصورة النمطية عن مدرسة السفارين كانت صورة سلبية وقاتمة. صحيح. قاتمة للغاية. الآن حتى نخفف الضغط عن مدرسة الفاضلية وننتهي من هذه الجدلية إنه الكل بده يروح على الفاضلية، غير الصورة النمطية اللي موجودة في مدرسة السفارين، كان لابد أن نذهب أن نوزع طلبة الصف العاشر ويكون انطلاق الفرع الأدبي والفرع التجاري والفرع العلمي هو من مدرسة السفارين، حيث أنه هذا الموضوع كان بده كادر تعليمي على قد المسؤولية، لأنه أنت كمان بتعرف أنه الصف العاشر أشبه ما يكون في المرحلة الثانوية، بتناول مواد ولازم يكون عندهم فيزياء وكيمياء وأحياء وكذا وكذا، وبالتالي نقلنا كادر تعليمي من مدرسة الفاضلية ومن مدارس أخرى كادر متميز، وبعثناه ونقلناه إلى مدرسة السفاريني حتى يكون الانطلاق من هذه المدرسة للطلبة يكون أيضا هم متمكنين. نعم. من المهارات. هسا بدي أحكي لك شغلة مهمة. نعم. يا أختي وفاء، إحنا كمان أنشأنا مجموعة من الشعب، بنينا على مدرسة الحمد الله الشيخ حافظ الحمد الله فيها 3 شعب، ليكون فيها أيضا ما يقارب 3 إلى 4 شعب من الصف العاشر. لأنه أنت بتحكي أنه البعد الجغرافي هذول بدهم يكونوا بعاد، أنا بدي أقول لك شغلة مهمة جدا، لما كان العاشر كلياته يكون موجود في مدرسة الفاضلية ما كان في طلاب بيجوا من كتابة ومن ارتاح ومن ذنابة وكذا وكذا يروح على مدرسة الفاضلية، يعني كان البعد الجغرافي موجود. هلا بمقابل في نفس الوقت انه احنا اليوم عملنا قسمين، قسم في مدرسه الحمد الله وقسم في مدرسه الفاضليه، وهذول نفسهم الطلاب اللي هم اقدر على التحرك، مش طلاب يعني هم صغار حتى ما يوصلوش. ثانيا والاهم من هذا الموضوع انه منعنا نقل الطلاب الصف العاشر، منعناهم مش بس الصف العاشر، الاول ثانوي والثاني ثانوي، كل مدرسه في الضواحي فيها هذه الصفوف ممنوع ينتقل فيها طالب، لا على الفاضليه ولا على الحمد الله ولا على السفرين ولا على اي اخر، ممنوع ينتقل. انا اذا كانت مدرسه مسقط
فيها هناك في هذه المنطقة فيها 10 أول سنة وثاني سنة، وليش طلاب يجوا على الفاضل؟ لكن هنا وهنا السؤال، يعني بصراحة دعني أطرح بصورة منطقية ولسان المواطن الكرمي، لسانه يتحدث بأنه طب شو ذنب الطالب اللي ساكن في المدينة نفسها أنه يروح على مدارس موجودة هي صحيح في المدينة ولكن دعنا نقول على الأطراف، وبالتالي قد لا تتوفر خطوط المواصلات في تلك المنطقة كخط رسمي معترف به في تلك المنطقة، وبالتالي قد يتكبد خسائر اقتصادية في هذا الصدد. يعني احنا بنعرف انه كل قرار استاذ سائد فيه له ايجابياته وله سلبياته، هل بصراحة درستم وتدارستم السلبيات التي من الممكن ان تكون ناتجة ازاء هذا القرار؟ نعم، احنا وفاء وضعنا نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الموضوع. نعم، يعني استطيع ان اقول لك انه نقاط القوة اللي احنا حصرناها حتى نحقق الشيء اللي في فائدة من هذا التجميع كانت اكبر بكثير جدا من نقاط الضعف. نقاط الضعف الوحيدة كانت انا بقول لك اللي هو اللي بتحكي عنه البعد الجغرافي عن بعض المناطق اللي بده يوصل الطلاب لمدرسة السفاريني، والشيء الاخر انه يكون الطلاب في هذه الفئة كلياتهم متجمعين في مدرسة واحدة أو مدرستين، هذول النقاط. ولكن إذا أخذنا في عين الاعتبار أنه إحنا نمكن التعليم في مدرسة السفارينة ونخفف الضغط عن مدرسة الفاضلية، نغير الصورة النمطية السلبية عن مدرسة السفارينة، ننهي حالة الضغط اللي موجودة على التربية والتعليم وحالة التجاذب ما بين الأهالي والنقل، وأيضا نمكن أعداد الطلاب في مدارس الضواحب بدل ما أنهم ينتقلوا من مدارسهم إلى مدرسة الفاضلية، وأيضا نعزز تعليم الفرع الأدبي. إحنا يا وفاء ولا سنة جاب فيها طالب من الذكور من الأوائل على الفرع الأدبي. ليه؟ لأنه كانوا وين موجودين؟ في السفرينة. هذه صورة قاتمة، صورة سلبية. عشان هيك لما بنقول صف 11 و12 يكونوا أيضا الأدبي موجود بالفاضلية، هذا يعني نحن بنعزز توجه نحو التميز في هذه المدرسة، لأنه هذه الصورة الموجودة في هذه المدرسة. نعم، كمان هنا نؤكد أيضا أنه تم بالتأكيد استجلاب، يعني ونحن نوجه التحية لكل الطاقات الأكاديمية والكوادر الأكاديمية، لكن تم استجلاب كوادر أكاديمية من مدارس مختلفة إلى مدرسة عدنان السفاريني بالتأكيد يعني التعامل مع صفوف العواشر التي سيتم نقلها حديثا، أليس كذلك؟ نعم، هناك معلمين تم نقلهم من مدرسة فاضلية ومن مدارس أخرى ومتمكنين، وسيكونون على رأس عملهم في تعليم الصف العاشر في مدرسة السفريني. أنا يعني أستطيع أن يعني أن أكون متيقن إنه هذه الصورة ستنقلب في مدرسة السفريني. ربما يكون ضغط فعلا بالسفر على الطلبة، ربما يكون ضغط، ولكن نحن نتحدث عن طلاب المدينة، قصبة المدينة وليسوا الضواحي، لأن الضواحي منعناهم يجوا على المدينة. نعم. بالتالي هم قصبة المدينة. صح ممكن يكون في بعض الطلاب عليهم مسافة بعيدة، ولكن إذا أخذنا في عين الاعتبار أن الفائدة تكون أفضل التي تكون مرجوة تكون أفضل للمدرستين، للسفارين وللفاضلية بتقديري، راح يكون شيء ناجح. وبالتالي كل شيء يا وفاء هو في الأخير في إعداد التجارب. في الأخير صحيح، كل قرار له يعني بالنهاية، حتى وإن كان في هنالك بعض التعليقات من الأهالي، يمكن أخذ اعتبار لمحاولة إيجاد ربما حلول جذرية أو بديل حول ما نعيش في هذا الوقت الحالي. لكن ماذا عن الإناث؟ الصف العاشر، مرحلة العاشر من الإناث، هل سيتم اتباع ذات القرار على مدارس الإناث؟ لا، احنا ما فينا ضغط في الاناث يا وفاء، يعني الضغط مع انه احنا دائما البركه فينا يا استاذ سعد. الاناث دائما فيكم بركه، الاناث مقسمين في جمال عبد الناصر، مقسمين في العمريه، مقسمين في العدويه، مقسمين في ابي سلمى الكرمه، يعني هذه يعني فيها متسع كبير جدا متوزعات، ولكن الذكور الأكثر الضغط على مدرسة الفاضلية. وحتى تبقى مدرسة الفاضلية مدرسة منارة والشعلة، يجب خفض الضغط الموجود عن هذه المدرسة في الذي شكله. يعني أنت بتحكي عن 268 طالب في الصف العاشر موجودين في مدرسة الفاضلية، هذا عدد كبير جدا،
مقارنة في السعة اللي يفترض أنها تكون موجودة فيها مدرسة الفاضلية. نعم. أخيرا السؤال الأخير بصراحة أستاذ سعد الآن وصلني، وأنا أود دائما أن أطرح بكل شفافية ووضوح. هنا في فكرة يا وفاء عن المدرستين أنه معظم الطلاب من المخيم مشواكي وكتابة، طبعا مدرسة عدنان السفرين والحمد لله، حتى نزيل الضبابية حول هذه الصورة النمطية أستاذ سعد. يعني في الأخير طلاب المخيمات هم طلابنا. نعم. في الدرجة الأولى. إحنا كمان أخذنا بعين الاعتبار هذا الموضوع. إحنا عندنا لنا من الوكالة ما يقارب تقريبا خلينا أقول 80 طالب، 80 إلى 90 طالب. قسم الطلبة في المخيم طول كرم، لأنه ملاصقين لمدرسة الحمد الله، راح يكونوا هم موجودين في مدرسة الحمد الله وخصصنا لهم هناك. واللي بيجونا من المدارس من مخيم نور شمس ومن المدينة راح يكون في مدرسات السفرين. يعني هيك التوجه الموجود. وكمان إذا لمسنا، إذا ممنوع طلاب لا شويكي ولا ارتاح ولا ذنابي ولا الطلاب مسقط ولا حد بده ينتقل على هذه المدارس، حتى تبقى أيضا مدارسهم عامرة فيهم. نعم. ما بصير كمان هم يزيدوا الضغط اللي موجود على هذه المدارس. وكمان نحن يعني دائما وفاء ننتظر أن يكون هناك مباني مدرسية، سيكون هناك مباني مدرسية العام القادم. لعل وعسى يخفف كمان هذا الضغط. نعم. الموجود. وهذا هذا إيضاح وتوضيح كامل متكامل السبب وراء نقل طلبة الصف العاشر من كافة مدارس المدينة إلى مدرستي عدنان السفرين والحمد لله. أشكرك جزيل الشكر مدير عام مديرية التربية والتعليم الأستاذ سعد قبها، شكرا جزيلا لك.